إلى الأخبار العربية والدولية، حيث قال شهود عيان إن قوات الدعم السريع تشن هجوما على معسكر للجيش السوداني في منطقة الكدرو جنوبية مدينة بحري، في وقت يتبادل فيها الجيش وقوات الدعم السريع القصف من جهة أم درمان نحو بحري ومن بحري تجاه شمالية أم درمان. وفي الخرطوم قصفت طائرات تابعة للجيش السوداني تجمعات الدعم السريع في أحياء الطايف شرقي مطار الخرطوم ومحيط المدينة الرياضية وجنوب الحزام، ما نتج عنه احتراق مبان سكنية في مناطق مختلفة. وفي أم درمان القديمة قال مدنيون إن الجيش يواصل تقدمه لكن ببطء داخل سوق أم درمان وفي أحياء ود نباوي والعمدة وأبو روف.